كيتقال هذا المنهج كيفاش كيتدبر. مثلا الا خديت الاتفاقيه اللي تكلمت عليها ديال الاستعماليه العادمه في طنجه ديال السينايه وطنجه وديال الاصيله 285 مليون ديال الدرهم اي 28 مليار ونص في 4 سنوات. هذا واش حنا جبنا اتفاقيه على الناس سيدي الوالي ولا نشوفوا الاتفاقيات اللي جبنا حنايا على ديك الثانيه ديال الرمال. كان جيبوا كذا اللقاء الاول صدق على مبلغ ومن بعد التعاود القراءه الثانيه هي اللي جاتنا في هذه النقطه. الجلسه ديال 28 سبتمبر ديال اللجنه ماشي الجلسه ديال 16 سبتمبر اللي تنصت فيها الميزانيه الاولى والتي تجاوزت المليار ديال الدرهم اي في الدوله. سنعيد اليوم اعاده دراسه مشروع الميزانيه بعد تقليص التقديرات المرتبطه بامدادات الدوله. انا في التقديرات كاع ما عرفتش حتى الصباح هذا اللي تكتبت ما كاينش اللي تفتش عليها الصباح. الامدادات ديال الدوله مجموعه ديال الفصول ما كايناش الميزانيه ما عارفينهاش. لأول مرة في هذه الولاية هذه الحكومة هذه غادي دار البي دي اي والبي دي ار البي دي اي اللي داروا السادة الولايات العمال واللي صبروا على التجميع ديال جميع المعطيات لجميع المشاريع لجميع الأقاليم والبرامج العمل ديال الجماعات والمجالس العمالات والأقاليم وبرنامج العمل ديال الجهة باش غيكون عندنا واحد البرنامج ولأول مرة متكامل متكامل هذا البرنامج. لاش؟ لان فيه المصالح الخارجيه فيه الجامعات فيه المجالس الاقليميه ما فيهش هذاك ديك العشوائيه اللي كانت من قبل. انك تمارس خطط المعارضه شيء طبيعي جدا. انك تنتقد لجوج دول الاعمال شيء طبيعي جدا. انك كاع تقول بانه هادشي كاع اللي جبناه ماشي هو هذاك مقبول الى حد ما. نصحح واحد المعطى اللي قالو السيد بشار الضوي، حنا ما خصناش 5 مليون درهم فقط منتقدا، خصصنا 5 مليون درهم اللي تحولت دابا 10 مليون درهم دعم المهرجانات الثقافيه. اما الميزانيه ديال الجهه راه كاينه مجموعه ديال المشاريع اللي مرتبطه بالثقافه المراكز الثقافيه الاثار وهذا هذا راه كاين مجموعه ديال الاعتمادات في الميزانيه اللي مخصصه لهذا المجال ديال الثقافه. اما 5 مليون درهم فقط دعم المهرجانات الثقافيه وماشي بحال المتسيد بشير بانه الثقافه اختصاص ذاتي للجهه. دعم المهرجانات الثقافيه هي الاختصاص ذاتي، اما الثقافه باختصاص مشترك. الإشارة في التساؤلات ديالكم أهلا وسهلا ومرحبا. شفتوا 27 نقطة النقط اللي حاولنا نشوف يعني من النقط اللي كتصب في مجموعة ديال القطاعات وملي كنقول القطاعات الحيوية اللي كلها واللي كتصب كلها في تنزيل ديال بعض المشاريع أو المشاريع ديال الدولة ومشاريع ديال الحكومة ألا وهي الدولة الاجتماعية. حاولنا نقيسوا ونشوفوا شنو الإشكالات الحقيقية اللي كتعني بها الجهة، التوازنات والتوافتات التفاوتات داخل الجهة بالنسبة للأقليم. ماشي كل واحد كاين عنده الإشكالات ديالو، وهذا هو اللي خلانا باش إن شاء الله يكونوا يعني حريصين باش يكون معكم هذه الأقليم. مرحبا. نهضر على الإلتقائية في البرنامج والبرنامج ديال التنموي الجهوي. فماشي جينا قلنا بأن اليوم خصنا نعملوا التحلية ديال المياه غير هكذا عبثا. فكانوا لقاءات مهمة اجتمعنا مع كل التقنيين ديال داخل الجهة كيترأسهم السيد الرئيس السيد ولي الجهة وعبد الربيع كرئيس مجلس الجهة للوقوف على الإشكاليات الحقيقية ديالها. كذلك كانت عندنا مناظرة دولية اللي مسمية نيكسوس. نيكسوس هو كتعرفوا بأنها تيرم تكنيك جديد اللي كيجمع إشكالية الماء إشكالية ديال الانرجي والاشكاليه ديال الامن الغذائي. دوك هادو ثلاثه المحاور الاساسيه واللي هادوك افكار كتبلور وكل هاد المناظرات اللي كيتقاموا يعني اللي كتعمل في الجهات كانت مناظرات جهويه او مناظرات دوليه الا كتخرج بهاد الخلاصات كنحاولوا ننزلوها. هذا هو الجديد في المنهجيه ديال العمل ديالنا. وهنا حنا بانك واحد كيفاش منهجيه ديال العمل ديالو، حنا عندنا منهجيه جديده، منهجيه تشاركيه، منهجيه ديال فهم الاشياء. عادي يمكننا نمشيو وننزلوا بعض البرامج. فهاد البرامج اليوم اللي كتنزل بالنسبه لهذيك عطتنا بان تحيات المياه.
تعايز مياه بالقانون وبالستاتيستيك اللي تعملوا التقنيين ما يعرفهموش انا احسن منه. يعني شفنا بان اليوم كان بعض المدن اللي في الجهه الحمد لله ربي حباهم وعطاهم باقي عندهم الماء ديال 3 سنين وهذيك، وكاين اللي باقي له 6 شهور ديال الماء، ولينا هنا يعني التخوفات ديالنا وهذه السباقيه ديالنا. كنشوفوا بان اليوم الشغلنا الشاغل هو المحور ديال الماء. وهنا قلنا علاش من المحور الماء، لما شفنا 460 مليون ديال الدرهم اللي استثمرت الجهه بمعيه شركائها، كانت وزاره القطاعيه او الوكالات اللي كيشتغلوا في هذا القطاع هذا. اليوم ما جيناش باش نعملوا، اليوم ما جيناش باش نتفرجوا بسنا التحليل 100، تحليل 100 قلنا بان كاينه، لكن تحليل 100 كيفاش عملنا؟ غنعملوا عد دراسه حيت امكانيه لا تسمح للمجلس الجهه باش يعمل هذا، ولكن الدراسه بشراكه مع 3 شركاء، وزارة الداخلية، وزارة الجيز، ومجلس الجهة. يعني تقريبا واحد مبلغ ديال بين 21 مليون درهم غيتقسم على 3، كل واحد عمل واحد 33% باش يمكن ان شاء الله نخرجوا الوجود. وغيكون ابيل دوف، غيكون واحد لابيل دوف على هذا اللي غيمشي يعني الصفقات العمومية، ولا غيخرج ان شاء الله هذه الدراسة فين بعد اول في عهد التعمير بالضبط. حيت حنا في طنجة كيخصك اختيار المكان المناسب اللي كيكون هذيك، دونك هذوك كلهم دراسات اللي كتعمل حتى لو ديبي ما تخش خص من لا تخ في السكوند كل حاجة. هذا هذا الجانب الدراسي اللي غتعمل.